هحط العلم فين؟ بيصير فوق هيغطي ده كله. انت الحبش هيغطي كل ده. ناحية واحدة؟ طب يلا. بس كده يبقى ولا حد هيطلع يقول له 70 مليار و 30 مليار و 10 مليار و 21 مليار كل واحد هيجي يطلع. انا اللي على غلط يا حبيبي، انت اللي على غلط مش انا اللي على غلط. انت اللي على غلط مش انا اللي على غلط. انت اللي على غلط مش انا. انا بحارب الفساد، انت بتنصر الفساد. يقول لك المجلس العسكري بدليل لما خدوا مؤتمر كلمتين، احنا اول ما نزلنا قلنا عيش حريه عداله اجتماعيه. هو خدوا مؤتمر الحريه والعداله عشان يبقى، وفي نفس الوقت عمتي ثانيه واحده عمتي الشعب ايه 500 جنيه غرامه للي ما ينزلش يرجع يدي بصوت، يعني لازم تنزل. معلش انا بقول الصراحه، انا صريح ما تزعلش مني. لان لو جالك قرار قال لك ثانيه واحده، لو جالك قرار اللي مش هيعمل كذا هيدفع 100 جنيه غرامه، والله العظيم كل الناس هتعمل. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.